السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصل إلى المحاضرة الأخيرة من مقرر المدخل إلى علم القانون. هذه المحاضرة ستكون حول محل الحق الذي هو الأشياء. رأينا سابقاً أن المحل الذي يقع عليه الحق قد يكون شيئا او عملا، فهو شيء في الحقوق العينيه اطلاقا وكذلك في الحقوق الشخصيه التي يكون موضوعها اعطاء شيء، حيث يكون الاعطاء هو مضمون الحق الشخصي او الالتزام المقابل له، والشيء هو المحل الذي يتعلق به هذا المضمون، وهو عمل في الحقوق الشخصية التي يكون موضوعها قياما بعمل عدا إعطاء شيء أو امتناع عن عمل، حيث يندمج المحل في هذه الحالة بالمضمون، فيكون القيام بعمل أو الامتناع عنه هو مضمون الحق الشخصي أو الالتزام، كما يكون أيضا هو المحل الذي يقعان عليه. دراسة محل الحق وهو الركن الثاني من أركانه يجب أن يتناول في الأصل دراسة الأشياء والأعمال معا، غير أن الأعمال لا يمكن حصرها أو تصنيفها، وهي تختلف باختلاف الحقوق الشخصية أو الالتزامات التي تقع عليها، كما أنها تدرس من خلال دراسة هذه الحقوق الشخصية أو الالتزامات نفسها. لذلك سنختصر في هذا البحث المخصص لمحل الحق على دراسة الأشياء وحدها دون الأعمال. دراسة الأشياء التي سيقتصر عليها بحثنا تتناول بالإضافة إلى تحديد مفهومها بيان أقسامها المتعددة وخصائص كل من هذه الأقسام، وعلى هذا فإننا سنبحث في تمهيد وفصل واحد فقط، أي سنبحث مفهوم الأشياء والأموال والتمييز بينها، ثم ننتقل إلى فصل تقسيم الأشياء، فمفهوم الأشياء والتمييز بينها. تشمل الأشياء كل ما له وجود مادي محسوس من جهة عدا الإنسان الذي يعتبر شخصاً لا شيئاً، كما تشمل أيضاً بعض الأمور المعنوية التي لا تدخل تحت الحس المادي ولكن لها وجود قائم بذاته يجعلها محلاً للحقوق الأدبية أو المعنوية التي تقع عليها. أما الأموال فهي بحسب المفهوم الحديث الحقوق ذات القيمة المالية، سواء كانت حقوقا شخصية أو عينية أو معنوية، وسواء كانت واقعة على الأشياء أو الأعمال. وهذا التمييز بين الأشياء والأموال لم يكن معروفا، إنما كانت الأشياء تعد على أنها نوع من الأموال، ويرجع هذا الخلط بين الأموال والأشياء إلى عهد القانون الروماني ثم إلى القانون المدني الفرنسي. فالمال كان يعرف في بادئ الأمر بأنه كل شيء نافع للإنسان يصح أن يستأثر به دون غيره ويكون محلاً للحقوق، وعلى هذا يجوز القول بأن الأموال كانت تعتبر كلها أشياء، ومن ثم لاحظ رجال القانون أن الأشياء ليست وحدها ذات القيمة المالية، وإنما يمكن أن تقع على هذه الأشياء أنواع أخرى من الحقوق كحق الانتفاع وهو حق معنوي، وعلى هذا ظهر أن تعريف الأموال ظهر أن تعريف الأموال بأنها الأشياء القابلة للتملك، وهذا التعريف لم يعد كافيا للإحاطة بجميع هذه الأموال،
فعدل هذا المفهوم بحيث لم تعد الأموال قاصرة على الأشياء القابلة للتملك، وإنما أضيفت إليها أيضا الحقوق الشخصية والعينية ذات القيمة المالية. وهذا المفهوم الأخير للمال هو الذي أخذ به القانون المدني الفرنسي، إذ يستعمل لفظ المال للتعبير عن الأشياء نفسها وعن الحقوق المالية في نفس الوقت، غير أن هذا المفهوم قد انتقل بعد ذلك انتقادا شديدا لما يكتنفه من غموض وتشويش، فهو يؤدي من جهة إلى ضم مفهومين مختلفين في تعريف واحد يجمع كل من الحق والشيء الذي هو محل هذا الحق وركن من أركانه. لذلك كان لابد من فصل أحد هذين العنصرين وإخراجه من مفهوم المال. فإما أن نخرج من مفهوم المال الحقوق المالية ونبقي الأشياء فقط كما كان الحال في بادئ الأمر، أو نخرج الأشياء ونبقي الحقوق المالية. وقد لوحظ أن الحل الثاني هو الأصح، لذلك أخرجت الأشياء من نطاق الأموال وأصبحت مفهوما مستقلا عنها، وبقي مفهوم المال مقتصرا فقط على الحقوق المالية وحدها دون الأشياء. نبدأ بتقسيم الأشياء. تقسم الأشياء إلى أنواع متعددة، عدد القانون المدني بعضها أو أشار إليه وأغفل ذكر بعضها الآخر. لقد نص القانون المدني صراحة على أنواع معينة من الأشياء. 1- الأشياء القابلة للتعامل والأشياء الخارجة عن التعامل، الأشياء المنقولة والأشياء الثابتة، الأشياء الاستهلاكية والأشياء الاستعمالية، الأشياء المثلية والأشياء القيمية، الأشياء المادية والأشياء المعنوية. أهم الأنواع التي أغفلها القانون المدني السوري هي الأشياء المعتبرة أصلاً والأشياء المعتبرة ثمرة، الأشياء الأصلية والأشياء التبعية، الأشياء القابلة للقسمة والأشياء غير القابلة للقسمة. ولما كان تقسيم الأشياء إلى منقولة وثابتة هو أهم هذه التقسيمات وأكثرها آثاراً من الوجهة القانونية، فقد آثرنا أن نفرد لهذا التقسيم بحثاً خاصاً به، وأن نستعرض التقسيمات الأخرى سواء ما ذكره القانون المدني منها أو سكت عنه في بحث آخر. بالتالي سيحتوي بحثنا الآن على تقسيم الأشياء إلى منقولة وثابتة، وكذلك سيحتوي على التقسيمات الأخرى للأشياء. فتقسيم الأشياء إلى منقولة وثابتة نصت على ذلك المادة 14 من القانون المدني حين قالت: كل شيء مستقر بحيثه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. إذن الأشياء الثابتة أو العقارات، هنالك نوعان من العقارات نص عليهما القانون المدني. أولا العقارات بطبيعتها، وهو الذي عرفته المادة 84 بأنه كل شيء مستقر بحيثه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، وتشمل العقارات بطبيعتها الأراضي وما يتصل بها من نباتات وأبنية وما تتضمنه من مناجم ومقالع. فالأراضي هي العقارات الأساسية التي تتوافر فيها صفة الثبات والاستقرار، والتي تقوم في باطنها أو على سطحها بقية العقارات بطبيعتها. والنباتات أيا كان نوعها ومهما كانت قيمتها تعتبر عقارات بطبيعتها إذا كانت متأصلة بالأرض وكانت جذورها ممتدة فيها. أما إذا كانت هذه النباتات لا تتصل بالأرض مباشرة، وإنما هي موضوعة في أوعية أو صناديق كنباتات الزينة، فلا تعتبر من العقارات بل تعتبر أشياء منقولة.
الأبنية ينطبق عليها أيضا ما ينطبق على النباتات، فهي تعتبر من العقارات بطبيعتها ما دامت متأصلة في الأرض، سواء أقيمت على سطح الأرض كالدور والمخازن والمعامل، أو في باطن الأرض كالآبار والأنفاق، وسواء كانت دائمة أو مؤقتة. أما الإنشاءات الخفيفة التي لا تتصل بالأرض اتصالا متينا ولا تقوم على دعائم ثابتة كالخيام أو الأكواخ التي تقام في الساحات العامة فلا تعتبر من العقارات. المقالع والمناجم تعتبر أيضا عقارات بطبيعتها، فالمقالع هي المكامن الطبيعية التي توجد فيها مواد البناء ومواد تحسين الزراعة ومناجم الفحم النباتي. أما المناجم فهي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المنجمية، وتعتبر المقالع ملكا لصاحب الأرض التي توجد فيها. أما المناجم فلا تعود ملكيتها لصاحب الأرض، وإنما تعتبر من أملاك الدولة العامة. وقد صنف القانون المدني السوري العقارات إلى 5 أصناف، وهي كما عددتها المادة 86 منه. العقارات الملك، وهي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية المحددة إداريا، ولا يشترط أن تكون العقارات مبنية فعلا لتعتبر ملكا، بل يكفي دخول داخل مناطق الأماكن المخصصة للبناء، يعني ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو القرية أو البلدة، على أن من الضروري أن تكون هذه المناطق المخصصة للبناء قد حددت بقرار إداري. عندنا العقارات الأميرية، العقارات الأميرية هي العقارات التي تكون رقبتها للدولة ويجوز أن يجري عليها حق التصرف. العقارات الأميرية هي العقارات التي تكون ملكيتها للدولة، وهي من حيث المبدأ العقارات التي لا تدخل ضمن المناطق المبنية المحددة إداريا، وإن حق التصرف فيها قريب من حق الملكية. طبعا الأراضي الأميرية يعني أصل التاريخ هي ملك للأمير، هي كل الأراضي التي تقع خارج المخطط التنظيمي للقرية أو المدينة أو البلدة هي أميرية، هي ملك فيها سند ملكية، لكن لا تصنف على أنها ملك، تصنف على أنها أميرية، هكذا جاء تصنيفها. نصت المادة 772 على أن النصوص المتعلقة بحق الملكية تسري على حق التصرف في الأراضي الأميرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. الاختلاف بين حق الملكية وحق التصرف وبين العقارات الملك والعقارات الأميرية، العقار الأميري لا يجوز وقفه، وكل وقف ينشأ عليه يعتبر باطلا، وإن حق التصرف في العقارات الأميرية يسقط بعدم حراسة الأرض أو بعدم استعمالها مدة 5 سنوات. طبعا هذا ليس في القانون السوري، وإن قواعد الإرث بالنسبة للعقارات الأميرية لا تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، هذا ضمن القانون السوري، كما هو الحال بالنسبة للعقارات الملك، وإنما تخضع للقانون الخاص بها. الملك حسب الشريعة الإسلامية، الأميرة ليس حسب الشريعة الإسلامية. المهم الأميرة تختلف أحكامه عن أحكام الشريعة بصورة خاصة من حيث مساواة الذكر والأنثى في الحصص الإرثية. الزوجة تملك الربع بشكل دائم أو ترث الربع بشكل دائم من الأميرة، بينما الملك ترث الربع إذا لا يوجد أولاد، يوجد أولاد ترث الثمن. النوع الثالث من العقارات هي العقارات المتروكة المرفقة، وهي العقارات التي تخص الدولة ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها، تحدد ميزاته ومداه وفق العادات المحلية أو الأنظمة الإدارية. مثال هذا الشيء البيادر، المراعي المخصصة للدفاع أهل القرية منها، تكون هذه المراعي عائدة للدولة. عندنا أيضا العقارات المتروكة المحمية، هي العقارات التي تخص الدولة أو المحافظات أو البلديات، وتكون جزءا من الأملاك العامة. من أهم الأمثلة على هذه العقارات الطرق، الشوارع، الساحات، الحدائق العامة. عندنا أيضا العقارات الخالية المباحة، وهي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة إلا أنها غير معينة ولا محددة، فيجوز لمن يشغلها أولا أن يحصل بترخيص من الدولة على حق أفضلية بالتصرف فيها ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة. هاي بالنسبة للعقارات بطبيعتها.
ثانيا بحث العقارات بالتخصيص، العقار بالتخصيص. يعرف القانون المدني العقار بالتخصيص أنه المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رضا على خدمة هذا العقار أو استغلاله. ويجب الاعتبار المنقول عقارا بالتخصيص توافر شرطين، هما الشرط الأول اتحاد المالك في العقار والمنقول، يجب أن يكون مالك العقار هو نفسه مالك المنقول الذي يرصد لمنفعة هذا العقار. الشرط الثاني رصد المنقول على منفعة العقار، أي يجب أن يخصص المنقول لمنفعة العقار، وقد عبر القانون المدني عن ذلك بضرورة رصد المنقول على خدمة العقار أو استغلاله، وإن المنقول الذي يخصص لمنفعة صاحب العقار لا يعتبر عقارا بالتخصيص كالسيارة مثلا. أما الضرار الزراعي يعتبر عقار بالتخصيص، السيارة لا تعتبر، السيارة تنفع صاحبها الأرض لمنفعة الأرض. رصد ورصد المنقول على استغلال العقار يشمل الاستغلال الزراعي، حيث تعتبر عقارات بالتخصيص مثلا الأدوات الزراعية الماشية، خلايا النحل، أبراج الحمام، البذور التي لم تبذر، والسماد أيضا إلى آخره. الاستغلال الصناعي فتعتبر من العقارات في التخصيص مثلا الآلات والأجهزة الصناعية والعربات والسيارات. عندنا الاستغلال التجاري والمدني تعتبر من العقارات التخصيص مثلا موجودات وأدوات المسارح والملاهي والمطاعم والأدوات اللازمة لاستغلال المحلات التجارية كالخزائن والطاولات وكل ذلك بشرط أن يكون المكان معدا لإيوائها. أما رصد المنقول على خدمة العقار فيشمل المنقولات التي توضع في الأبنية دون أن تكون متصلة بها اتصال قرار، والتي تستعمل لمنفعة هذه الأبنية، وذلك كالمفاتيح ومضخات الحريق في دور السكن إلى آخره. أما المنقولات التي تتصل بالعقار اتصال قرار وثبات كالأبواب والنوافذ فهي تعتبر جزءا من البناء، وبالتالي تكون عقارات بطبيعتها وليست عقارات بالتخصيص. الأثر الرئيسي الذي ينجم عن إعطاء المنقول المرصد لمنفعة العقار صفة العقار بالتخصيص هو دمجه بالعقار المرصد لمنفعته في الحكم، من حيث عدم جواز الحجز عليه كمنقول وبصورة مستقلة عن العقار المرتبط به. الأشياء المنقولة، لم يعرف القانون المدني الأشياء المنقولة، إنما اكتفى بتعريف العقار واعتبر أن كل ما عدا ذلك فهو شيء منقول. المنقولات بطبيعتها، المنقولات بطبيعتها هي الأشياء التي يمكن نقل من مكان إلى آخر دون تلف، سواء كانت قادرة على الانتقال بقوتها الذاتية كالحيوانات أو بقوة خارجية كالجمادات. تشمل المنقولات بطبيعتها جميع الأشياء المادية التي لا تعتبر عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص. يعتبر الغاز والكهرباء ونحوهما من الطاقات أو القوى المحرزة من الأشياء المنقولة، وقد اعتبر قانون العقوبات اختلاس من قبيل السرقة، سرقة الكهرباء سرقة. عندنا المنقولات من حيث المآل، هي أشياء ثابتة أو عقارات بطبيعتها نطلق عليها صفة الأشياء المنقولة بالنظر لما ستؤول إليه. فإذا بيع شيء من الثمار أو المحصولات بقصد جنيها أو حصدها، أو إذا بيع بناء ليهدم ويستفاد منه كأنقاض، تعتبر منقولات من حيث المآل وفقا لاتفاق المتعاقدين بالنظر إلى أنها ستنفصل عن الأرض في وقت قريب. فحين تنفصل عن الأرض فعلا تعتبر منقولات بطبيعتها، أما قبل ذلك فهي منقولات من حيث المآل. عندنا المنقولات المعنوية، الأشياء غير المادية هي التي لا تقع تحت الحس كالأفكار الابتكارات المخترعات، لا تدخل بحسب طبيعتها في المنقولات ولا في العقارات، غير أن هذه الأشياء قد اعتبرها المشرع من قبيل المنقولات، لأن كل ما لا يدخل في التعريف الذي أعطاه للعقار فهو منقول. ولما كان تعريف العقار لا ينطبق على الأشياء غير المادية فلم يبقى سوى اعتبار هذه الأشياء منقولات معنوية أو غير مادية بناء على النص القانوني. الأموال العقارية والأموال المنقولة، ما هي الأموال العقارية وما هي الأموال المنقولة؟ يوجد هناك حقوق عقارية أو أموال عقارية من جهة،
وحقوق او اموال منقوله من الجهه الثانيه، ويعتبر عقارا بحسب الماده 85 من القانون المدني السوري كل حق عيني على عقار، وكذلك كل دعوه تتعلق بحق عيني على عقار. اما الاموال المنقوله فهي كل ما عدا ذلك من الحقوق الماليه، كما ان الدعاوى المنقوله هي كل ما يتعلق باموال منقوله. وقد عدد القانون المدني الحقوق العينيه وهي الملكيه، التصرف، الانتفاع، الملكيه، التصرف، الانتفاع، وايضا حق الافضليه على الاراضي الخاليه المباحه، حقوق الارتفاق العقاريه، الرهن والتامين العقاري، الامتياز، الوقف، الإجارتان، الإجارة الطويلة، حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع. هذه حقوق عينية. وبعض الحقوق العينية كالتصرف والسطحية والارتفاق لا تقع إلا على العقارات، فتعد حقوقا عينية عقارية. أما الأموال المنقولة فتشمل جميع الحقوق المالية التي لا تدخل في نطاق الحقوق العقارية. وعلى هذا تعتبر أموالا منقولة جميع الحقوق العينية الواقعة على الأشياء المنقولة، فحق ملكية المنقول يعتبر حقا عينيا منقولا. جميع الحقوق المعنوية والأدبية، جميع الحقوق الشخصية أيا كان نوعها. إذن تعتبر أموال منقولة جميع الحقوق العينية الواقعة على الأشياء المنقولة، جميع الحقوق العينية والأدبية، جميع الحقوق الشخصية أيا كان نوعها. ما هي آثار التمييز بين العقار والمنقول؟ هناك آثار للتمييز في نطاق القانون المدني. اكتساب الحقوق العينية العقارية أو انتقالها من شخص إلى آخر يخضع لمبدأ تسجيله في السجل العقاري. أما الحقوق المنقولة فلا تخضع لشرط التسجيل، وعلى هذا فإن مشتري المنقول مثلا يصبح مالكا له بمجرد عقد البيع، ولكن ملكية العقار لا تنتقل لمشتريه إلا بعد تسجيله في السجل العقاري. 2- مجرد حياسة المنقول بسبب صحيح وبحسن نية تكسب الحائز ملكية المنقول باستثناء حالتي الضياع والسرقة، وأما حياسة العقار ولو كانت مقترنة بحسن نية لا تؤدي إلى اكتساب ملكية. العقارات الملك يصح وقفها إطلاقا، أما الأشياء المنقولة فلا يصح وقفها إلا في حالات معينة. أيضا إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى 4 أخماس ثمن المثل، ولا يسري هذا الحكم فيما إذا كان المبيع منقولا لا عقارا. إن بعض الحقوق العينية لا يمكن أن تقع إلا على العقار دون المنقول، على العقار دون المنقول. الآن في نطاق أصول المحاكمات، يختلف اختصاص المكان للمحاكم بحسب ما إذا كانت الدعاوى عقارية أو منقولة. فالدعاوى العقارية ترفع أمام المحكمة التي يوجد العقار في دائرتها، أما الدعاوى المنقولة فترفع أمام محكمة موطن المدعى عليه. 2- دعاوى الحيازة التي تمكن الحائز من طلب منع التعرض أو استرداد الحيازة أو وقف العمل الجديد لا تكون إلا في حيازة العقار دون المنقول. حجز العقار يتم بوضع شرط الحجز في السجل العقاري، أما حجز المنقول فيكون بوضع اليد عليه وتسليمه إلى حارس قضائي مكلف بحفظه. أيضا في نطاق القانون الدولي الخاص، يسري قانون موقع العقار على العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار، أما العقود الأخرى فيسري عليها قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدوا موطنا. القيود التي تحد من تملك الأجانب عادة تقتصر فقط على العقارات دون المنقولات. ننتقل الآن إلى التقسيمات الأخرى للأشياء. التقسيمات الأخرى للأشياء، الأشياء القابلة للتعامل والأشياء الخارجة عن التعامل. الأشياء إما أن تكون قابلة للتعامل أو خارجة عنه، والنوع الأول هو وحده الذي يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. والأشياء الخارجة عن التعامل إما أن تكون خارجة عنه بطبيعتها أو بحكم القانون،
والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها مثل الهواء. أما الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية. هذه الأشياء يمكن الاستئثار بحيازتها، وذلك كالمخدرات والمواد المتفجرة، هذه مواد تخرج عن التعامل. أما الأشياء القابلة للتعامل فهي الأشياء التي يستطيع الشخص الاستئثار بحيازتها ولم يمنع القانون التعامل بها. عندنا أيضا الأشياء الاستهلاكية والأشياء الاستعمالية. الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، أما الأشياء الاستهلاكية فهي عكس ذلك. فالأشياء الاستهلاكية تختلف عن الأشياء الاستعمالية في أنها تستهلك منذ الاستعمال الأول كالوقود والنقود، بينما يمكن أن يتكرر استعمال الأشياء الاستعمالية أكثر من مرة، والاستهلاك قد يكون فعليا يؤدي إلى زوال الشيء وفنائه، وقد يكون قانونيا اعتباريا يؤدي إلى إنفاق الشيء والتخلي عنه. أما بالنسبة لحق الانتفاع فهو يقع على الأشياء الاستعمالية دون الاستهلاكية. أما بالنسبة للعقود كعقد العارية فهو يقع على الأشياء الاستعمالية لالتزام المستعير بإعادة الشيء المعار. عندنا أيضا الأشياء المثلية والأشياء القيمية. الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن. أما الأشياء القيمية فهي ما عدا ذلك. فالتفريق بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية يقوم على أساس التماثل بين أفراد النوع الواحد أو عدم التماثل، فإذا كان هناك تشابه أو تماثل اعتبرت هذه الأشياء مثلية، أما إذا لم يتوافر هذا الشرط اعتبرت الأشياء قيمية. الأشياء المثلية تقدر عادة بالعدد كالبيض، النقود، أو بالمقاس أو بالكيل أو بالوزن. الأشياء المثلية يمكن أن تعتبر قيمية عند التعاقد عليها، كما أن الأشياء القيمية يمكن أن تعتبر مثلية، وبذلك تنقلب الأشياء من نوع إلى آخر وفقا لقصد المتعاقدين. من الملاحظ أن الأشياء المثلية هي على الأغلب أشياء استهلاكية، وأن الأشياء القيمية هي على الغالب أيضا أشياء استعمالية. لتقسيم الأشياء إلى مثلية وقيمية آثار عديدة. فالالتزام الذي يكون محله شيئا مثليا يستطيع المدين أن يبرئ ذمته منه بإيفاء الدائن أي شيء آخر مماثل له في النوع والمقدار. أما إذا كان محل الالتزام شيئا قيميا فلا تبرئ ذمة المدين منه إلا بإيفاء الدائن هذا الشيء بذاته. أيضا عندنا الحقوق العينية لا ترد إلا على الأشياء القيمية أو المعينة بالذات، بينما يمكن أن يكون المحل غير المباشر للحقوق الشخصية شيئا قيميا أو مثليا. أيضا انتقال الملكية يتم بمجرد العقد إذا كان الشيء قيميا أو معينا بالذات، أما إذا كان الشيء مثليا فلا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه. الآن ننتقل إلى الأشياء المادية والأشياء المعنوية. رأينا أن الأشياء المعنوية لا تدخل تحت الحس المادي كالأفكار والمخترعات، وتعتبر كلها أشياء منقولة، بينما تقسم الأشياء المادية إلى منقولة وعقارية. بعض التقسيمات الأخرى التي لم يذكرها القانون المدني حول الأشياء، هناك الأشياء المعتبرة أصلا والأشياء المعتبرة ثمرة. عندنا الأشياء المعتبرة أصلا هي التي لا تكون ثمرة لغيرها، أما الأشياء المعتبرة ثمرة فهي التي تنتج عن الأشياء المعتبرة أصلا، ولا يتحتم أن ينتج الثمار عن الأصل أو أن ينتج الأصل ثمارا ليعتبر أصلا، إنما يجب ألا يكون ثمرة لغيره، ولا يعتبر الشيء ثمرة إلا إذا كان انفصاله عن الأصل لا يؤدي إلى نقصانه. فالأرض والمنزل هي من الأشياء التي تعتبر أصلا، أما نتاج الأرض وأجرة المنزل فهي الأشياء المعتبرة ثمرة. عندنا أيضا الأشياء الأصلية والأشياء التبعية.
الشيء الأصلي هو الذي يكون له وجود مستقل عن غيره كالدار والأشجار، أما الشيء التبعي فهو الذي يرتبط بشيء أصلي ويتبعه كالنوافذ والأبواب وتمديدات الكهرباء. عندنا أيضا الأشياء القابلة للقسمة والأشياء الغير قابلة للقسمة. الشيء القابل للقسمة هو الشيء الذي لا يكون في تجزئته ضرر، بحيث يكون نوع المنفعة التي للأصل قبل القسمة ثابتا لكل قسم منه، بعدها إما الشيء غير بعدها أما الشيء غير القابل للقسمة فهو الذي تفوت بتجزئته المنفعة المقصودة منه. فالحيوان والجوهرة والسيارة هي من الأشياء غير القابلة للقسمة، أما الأرض، القمح، الزيت نحوها هي من الأشياء القابلة للقسمة. إذن هذا هو الأشياء القابلة للقسمة والأشياء الغير قابلة لها. طبعا نحن بذلك نكون قد انتهينا من بحث الأشياء بشكل عام، وبهذا نكون قد انتهينا من كافة المحاضرات المقررة لمادة المدخل إلى علم القانون. نتمنى لجميع الطلبة والمتابعين الاستفادة مما قدمناه من محاضرات، ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.